حاجات المجلس الوزراء الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية فهو ينعكس إيجابا على المجتمع الجزائري اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا، وتصبح الجزائر لا محالة من بين الدول التي تتطور في هذه المرحلة المقبلة مرحلة 25-30. وبالتالي إن هذا المشروع مشروع المجتمع الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية سينعكس إيجابا على المجتمع الجزائري. من مخرجات مجلس الوزراء حول مشروع المالية لسنة 2025 في شقه الاجتماعي، أولا التركيز على ضرورة إحداث 450 ألف منصب شغل، وهو مكسب ثوري ومكسب اجتماعي متعلق بالتنمية وخلق فرص عمل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وفي ظل الوضع الدولي، إلا أنه الدولة الجزائرية في شقها المتعلق بالسياسة الاجتماعية ارتأت أن تحافظ على خلق مناصب عمل، ونصف مليون منصب عمل تقريبا هو رقم ضخم، رقم يعيد الأذهان أن وتيرة التنمية ونسبة النمو في الجزائر وتوقعاتها للسنة المالية المقبلة سوف تكون مرتفعة جدا. وهذا يمتص خريجي الجامعات والكفاءات المتعلقة بالجزائريين الموجودين في الخارج، سواء كفاءات علمية أو تكنولوجية أو حتى بحثية وطبية. وضرورة رفع منحة الطلبة سواء بالداخل أو الخارج، على أنه الطلبة هم يعني مستقبل البلد ومستقبل الكفاءات الجزائرية، وكذلك تغيير نظرة المجتمع نحو العلم والمعرفة. وتثمين منحة الطلبة يجعل الطالب ليس فقط طالبا ولكن طالبا، ونقدر نقول أنه لديه استقلالية مالية عن العائلة وعن نظرة يعني السلبية أو الدونية للمجتمع لطالب الجامعي. كأساتذة نتمنوا القرارات تاع الرئيس اللي خرج بها البارحة فيما يخص منحة سياحية، فيما يخص منحة الحجاج، إعفاء من الضرائب. دونك هذه قرارات تشجيعية تصب في صالح القطاع تاع السياحة. فيما يخص خلو قانون المالية من الضرائب فهو يعتبر تحفيز للاقتصاد الوطني من جانب الاستثمار، موضوع الاستثمار الذي يلعب دور في النمو الاقتصادي، فيشجع المؤسسات الناشئة وكذلك المؤسسات المتوسطة وحتى المؤسسات الكبيرة، وكذلك يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلعب دور مهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة. نثمن قرارات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون برفع منحة سياحية ومنحة الحج بقيمة معتبرة جدا، وذلك لفائدة المواطنين خلال مرة واحدة في السنة. هذا ما يفيد المعتمرين والحجاج يعني بصفة خاصة، وللجزائريين السياح بصفة عامة.